تكون عارف شباب منتابع بالموضوع الثاني عن درس الخيال. طبعا نحن الموضوع الاول خدنا عن النظريه التجريبيه، قلنا اذا كان الخيال مرتبط بالادراك الحسي او قال الخيال هو استعاده الصور، يعني النظريه التجريبيه، اذا قال الخيال حالي من حالات الوعي او ربط الخيال بالوعي معناته الفلسفه الحديثه. طيب اذا الموضوع الثاني التخيل هو توجه الوعي نحو شيء غائب، أو إذا قال التخيل حالة من حالات الوعي معناته أي شو المطلوب؟ النظرية الفلسفة الحديثة، واضح؟ طيب إذن ألف ضع هذا القول في إطاره الفكري مبينا إشكالياته، ب ناقش هذا الحكم مع غيره من النظريات، جيم برأيك هل الخيال يساهم في صنع الحضارة وتدميرها بنفس الوقت؟ اشرح معلم. طبعا مثل العادي استاذ بنبدأ بعد ما فهمنا انه المطلوب هو الفلسفي الحديثي، ببدأ مثل العادي بالمدخل العام مثل ما قلنا سابقا استاذ، اللي هو يقول هايدجر. اذا نبدأ استاذ، هذا مو ضروري يقفي. طبعا يقول هايدجر لاخر المدخل العام، حد منها لانه من واحد لاربع حد بعضهم، ويعبر هذا القول عن الفلسفه الحديثه في الخيال، ولكن حول هذا الموضوع تعددت الآراء وتنافست، مما أدى إلى طرح الإشكاليات التالية. إذا مثل ما اتفقنا سابقا أستاذ أن نحن ثلاث إشكاليات، إشكالية عامة وإشكالية تجي على طول هاي، وإشكالية عن المطلوب وإشكالية عن نقد المطلوب. إذا الإشكالية العامة بيقول لك ما هو الخيال، فما هو الخيال وما طبيعته، هاي الإشكالية العامة. إذا هل فهل أو فيني أقول هل أو فهل أستاذ، هل الخيال، إذا ما هو الخيال وما هو وما طبيعته، إذا ببدأ هل الخيال حالة من حالات الوعي المختلفة، علامة سؤال، أن الخيال نتيجة لمدركات حسية سابقة. هذا بنكون كفينا المدخل العام استاذ، عم بعلمهم انا مشان تعرف المراحل استاذ. اذا هاي ثلاثة وعندنا رام اربع نقطتين، بنقفي سطر، بنقفي ثلاث مربعات، ينطلق هذا القول من فكرة ان الخيال حالة من حالات الوعي، وهذا ملخص للنظرية أو للفلسفة الحديثة. طيب
طبعا استاذ نبدا بالفلسفه الحديثه مثل ما قلنا، فيك تبدا من عند الان، فيك تبدا من الافضل نبدا مثل ما اعطيتكم اياه بالكتاب. ليش؟ لانه هو صحيح الرائد تبعهم سارتر، بس انا ببدا حسب ما يعطيك اياه هون استاذ مشان نمشي بتسلسل على السطر. فلقب رفض الان سهم لاخر الفلسفي الحديثي، هذا منكون كفينا رقم ألف من قفي سطر. هلأ منقول من فكرة عامة عن النادي الداخلي، ورغم ما قدمه ما قدمته الفلسفة الحديثة في الخيال، فهناك بعض النواقص التي تعتري نظريتهم. إذن هاي رقم سبعة. طبعا هلأ منبلش استاذ بشرح النقد الداخلي للنظرية للنظرية الفلسفي الحديثي. إذن منبدأ استاذ، إذن منقول نحن يا شباب، نحن شفنا استاذ انه سارتر وقع بعدة اخطاء. انه سارتر اول شيء ركز على الخيال الابداعي واهمل شيء اسمه الخيال المستعيد، عفوا، واهمل شيء اسمه الخيال الابداعي. سارتر استاذ اهمل دور المخيلة والاحلام. اذا بنقول فلقد على سطر جديد، فلقد نجحت نظرية سارتر لعند استاذ، وخاصة لعند او لاخر النقد الداخلي للفلسفة الحديثة. طيب هيك بنكون استاذ كفينا النقد الداخلي للنظرية او للفلسفة الحديثة. بنتقل هلا استاذ للنظرية المعاكسة. واضح عيني؟ اذا النظرية المعاكسة طبعا هي النظرية التجريبية منقول، ولكن التجريبيين عارضوا هذا الكلام. اذا اصلت جديد طبعا، ولكن التجريبيين عارضوا هذا الكلام بقولهم ان الخيال هو نتيجة لمدركات حسية سابقة. طبعا استاذ هذا بيكون نحن كتبنا الفكرة العامة للنظرية المعاكسة. هلأ ببدأ استاذ بكلام التجريبيين على سطر جديد. فالصور الحسية لعند آخر النظرية التجريبية. طبعا هاي عشرة من تيل ونستنتج على سطر جديد، ونستنتج طبعا الاستنتاج استاذ مثل ما شفنا انه ما في لحديت هلا اي دراسة قدرت انه توصل لدراسة عميقة للخيال. ليش؟ لانه اختلفوا العلماء، ناس ربطوه بعلم النفس وناس ربطوه بالبعد الاجتماعي. اذا فمهما ونستنتج انه مهما كانت النظريات لعند البعد الاجتماعي. وهيك بنكون كفينا السؤال الثاني من الموضوع. وهيك شباب اذا مثل ما شفنا استاذ بيبدا السؤال الثاني اللي هو ب ورغم اخر شيء عندنا الراي. طبعا الراي نحن اخذناها لاستاذ هو انه الخيال، فالخيال سلاح ذو حدين لآخره. واضح؟ على السطر جديد وفي الختام إن الخيال بشكله المستعيد لآخر الخاتمة. هذا بنكون كفينا كمان الموضوع الثاني. نبدأ بالموضوع أو نص استاذ
النص يا شباب يا صبايا، طبعا النص قلنا طريقته هي ذاتها طريقة معالجة الموضوع، ولكن في خلاف بثلاث نقاط. انه بدي اذكر الفكرة العامة، الافكار الرئيسية اللي بيتضمنها النص، بدي اشرح الافكار الرئيسية، واذكر المكتسبات اي ما يتوافق عن النص من مطلوب. واضح؟ اذا بنبدأ بكتابة النص شباب، لحتى وهيك بنكون بعد معالجة النص انتهينا من درس الخيال، اللي برجع بذكر من الدروس المهمة من المحور، في المحور الأول طبعا كلنا مهمين، بس هذا ليش عم نصر على انه كمان مهم؟ لانه اجا بعدة دورات ويمكن ما يجي، بس هو من الدروس المهمين. واضح استاذ؟ اذا نبدا شباب صبايا بمعالجة نص عن درس الخيال. طبعا انا الحاجات والدوافع ما اعطيته نص، لانه الحاجات والدوافع ما فينا نوضع نص عنه. واضح؟ فرح ناخذ نص. طيب الموضوع الثالث معالجة نص. طيب رح نكتب النص يا شباب يا صبايا يا أحبائي، وطبعا ما رح نكبره. نحن الهدف من النص انه نعرف مثل ما شفنا سابقا كيف ناخد المعلومات من قلب النص ونشرحها. أستاذ نبدأ. إن الخيال هو إدراك حسي لا أكثر، والصورة معرفة مرسومة في حركات الجسد، وأما الوعي فهو الذي يهيكل الصورة في الجسد من خلال معرفه السابقة. لذلك لا شيء يؤكد على أن الوعي حاويا للصور، بل هناك وعي متخيل يختلف عن الإدراك من خلال توجه الوعي وفعله. لذلك ليس الخيال سوى إشباع رمزي للمكبوتات الغير مشبعة في الحاضر أو في الزمن الحاضر. لذلك من هنا عفوا نؤكد على أن الإنسان يهتم بما يجري من أجل ما سيجري. وضع أي وكأنه خلق
من أجل المستقبل. شباب هذا أحبائي عيوني يا شباب يا صبايا هذا النص. طبعا أنا بعد قراءة النص قبل ما أقرأ أنا وياكم رأوضة الأسئلة ألف اشرح هذا النص مبينا إشكالياته، بناقش ما ورد في النص مع غيره من النظريات. جيم برأيك ما هي الأنواع التي يحتلها الخيال؟ طيب شباب طول شوي، نحن أول شيء إن الخيال هو إدراك حسي، يعني وقت عم بيقول لك الخيال إدراك حسي يعني عم بيأكد لك إنه ما هي المطلوب النظرية التجريبية، لأنه النظرية التجريبية شو قالوا؟ إنه الخيال هو نتيجة ما تبقى من الإدراك الحسي، بس هون عم بيقول لك الخيال هو إدراك حسي لا أكثر، والصورة معرفة مرسومة في حركات الجسد. مين قالها هون؟ ألان. يعني بلش النص عم يحكي عن الفلسفة الحديثة، ومين بالذات؟ ألان. إذن أول شيء ألان منتابع. وأما الوعي فهو الذي يهيكل الصورة في الجسد من خلال معرفه السابقة، عم بيأكد ألان. لذلك لا شيء يؤكد على أن الوعي حاول للصور، بل هو وعي متخيل يختلف عن الإدراك من خلال توجه الوعي وفعله. مين اللي قال إنه الخيال بيختلف عن الإدراك من خلال توجه الوعي وفعله؟ هايسر، صح؟ إذا صاروا اثنين مطلوبين. لذلك ليس الخيال سوى إشباع رمزي للمكبوتات. مين حكى عن المكبوتات؟ اللاوعي عند فرويد. ثلاثة، في الزمن الحاضر من هنا نؤكد على أن الإنسان يهتم بما يجري من أجل ما سيجري. مين اللي قال؟ بيركسون. إذن اللي حكيه أربعة. هالنص بيحكي عن أربع فلاسفة محدثين: ألان، هايسر، عنا فرويد اللاوعي، وبيركسون. مين اللي بيتضمن الفلسفة الحديثة وما بيتضمنه النص؟ سارتر. إذن هالنص بيدور عن الفلسفة الحديثة حول أربع فلاسفة: ألان، هايسر، وفرويد، وبيركسون. المو مذكور بالنص هو سارتر. طيب فهمنا أنه المطلوب النظرية الفلسفة الحديثة، واضح؟ طبعا نقدة تجريبية، الرأي معروف شو هو. ببدأ أنا بالمعالجة أستاذ، مثل العادي يقول هايدغر سام لآخر المدخل العام. طيب هلا بدل ما اقول يعبر هذا القول بنقول ويعبر هذا النص عن الفلسفة الحديثة في الخيال، ولكن حول نص، ولكن حول هذا النص تعددت الآراء وتنافست، مما أدى إلى طرح الإشكاليات التالية. إذن مثل العادي أستاذ، طبعا هلا هون نحن ماشيين مثلنا مثل الموضوع، يعني لا عم نزيد ولا عم ننقص، بس كل ما في الأمر إنه عم نزيد نحن أستاذ الإشكاليات التالية. فإذن ما هو الخيال وما طبيعته؟ فما هو الخيال وما طبيعته؟ ها إشكالية عامة. هلا هل كون الفلسفة الحديثة، هل الخيال حالة من حالات الوعي؟ ها عليه السؤال. أم إذن أم أنه أم أن أم
أنه يرتهن بالمدركات الحسية السابقة. هيك بنكون كفاية يا شباب المدخل العام. طبعا رح رقمه أستاذ، هذا واحد وهاي اثنين وعندنا ثلاثة وعندنا أربعة تنتين، وهيك بنكون كفينا المقدمة مع المدخل العام. طيب هلا فكرة عامة على المطلوب مثله بعدنا لحديت هلا أشبه بالموضوع، يعني ما في شيء مختلف. قلنا بتبدأ الاختلاف بالنقطة إذن نبدأ هلا بنقول وينطلق من أفي ثلاث مربعات، وينطلق من أفي طبعا سطر هون، وينطلق هذا النص من فكرة أن التخيل أو الخيال هي ذاتها حالة من حالات الوعي، وهذا ملخص للفلسفة الحديثة. طيب أستاذ نحن كتبنا الفكرة العامة لا المطلوب يعني النقطة الخامسة، هلأ بلش الخلاف بين النص والموضوع. إذن وأما على سطر جديد، وأما الأفكار الرئيسية التي يتضمنها النص، شو إذن؟ إذن عنا قلنا ثلاث أفكار، إنه المعرفة مرسومة في حركات الجسد، ويختلف فعل عفوا ويختلف الخيال عن الإدراك الحسي باختلاف توجه فعل الوعي. هاي النقطة الثانية، الفكرة الثانية عندنا، والمكبوتات تشبع بالرموز، والإنسان وكأنه وجد للمستقبل. وهي قال بيركسون، لاحظوا في اتجاه تفكيركم في أي لحظة من لحظات حياتكم، فإنكم تهتمون بما يجري من أجل ما سيجري. إذن هاي الأفكار الرئيسية أستاذ اللي بيتضمنها النص. هلأ شو بدي أعمل؟ شرح الأفكار الرئيسية مثل ما ندرسها. إذن ببدأ بالشرح، ببدأ طبعا بألان، وهذا شباب لأنه أول فكرة اللي عرضت بالنص هي لألان. إذا بنبدأ شباب صبايا بألان، فلقد رفض ألان، إذا على السطر، إذا هلأ الشرح، فلقد رفض ألان، بحط لك سهم لآخر ألان، حد منه وضع، والظواهرية اللي هو هيرسل، ورفضت الظواهرية، حط بين هلالين هايسر كمان لآخر الظاهرية. حدنا بعدني عم اشرح الأفكار الموجودة بالنص. ويرى علماء التحليل النفسي لآخرها، ويقول بيركسون لعند العداء عند نقطة الانطلاق، هون يا شباب يا صبايا طبعا أنا حطيت الأفكار الرئيسية على سطر جديد، بلشت شرحتها
هلا ببدا. واما المكتسبات العلميه زين على سطر جديد التي تتوافق مع النص، مين فضل معي من الفلسفه الحديثه وما ذكر النص؟ سارتر. زين زين اللي حكى عن الفلسفه الحديثه حسب ما ذكر بالنص هني أربعة، ولكن نحن اخذينهم بالكتاب خمسة. إذا منقول وأما على سطر جديد، وأما المكتسبات العلمية التي تتوافق مع النص دغري ببلش بسارتر. إذا بكتب سارتر أستاذ، منقول أستاذ فلقد تأثر سارتر، إذا فلقد تأثر سارتر لآخر نظريته. هون يا شباب يا صبايا، إذا سبعة، إذا مثل ما شفنا، وأما المكتسبات العلمية ثمانية، هاي بكون كفيت هلأ بالمبدأ من رقم ألف. واضح أستاذ؟ لازم كلنا نكتب ألف، حطوا رقم ألف بأول مقدمة أستاذ، رقم واحد. إذا ألف بنكون كفيناه لأنه خلصنا من ألف. هلا بدي بلش ببي، من أف ثلاث مربعات بي. هلا بنقول هون طبعا مثل العادي بدي بلش بالنقد الداخلي النظرية الفلسفة الحديثي. بنقول طبعا وقت بحط سطر بدي أف ثلاث مربعات، ورغم ما قدمته الفلسفة الحديثة في الخيال، فهناك بعض العيوب التي تعتري نظريتهم. طبعا النقد الداخلي للفلسفي الحديثي استاذ نحن اخذينه سابقا، وطبعا نكتبه مثل ما فهمانينه استاذ، راح نبلش فيه النقد الداخلي للفلسفي الحديثي. طبعا نحكي عن سارتر لأنه سارتر هو رئيس الفلسفة الحديثي منقول، فبالرغم من أن سارتر إلى ما هنالك، إذا النقد الداخلي نظرية فلقد على سطر جديد، فلقد نجحت نظرية سارتر لآخر النقد. طيب هلا استاذ احبائي، اذا هاي الفكره رقم تسعة، شايفين الخلاف بين الموضوع وبين النص وين بيبدا؟ بيبدا الخلاف بالافكار الرئيسيه، يعني في زياده على الموضوع، الافكار الرئيسيه، شرح الافكار الرئيسيه والمكتسبات، ثلاث نقاط. بنتابع معالجه نص الفلسفي عن درس الخيال، نحن صرنا بالجزء الثاني، يعني صرنا بالفكره العامه عن النقد الداخلي لنظريه سارتر، كتبنا الفكره العامه وشرحنا النظرية اللي هي عشرة شرح النقد الداخلي لنظرية سارتر. هلأ بنتقل، ولكن فكرة عامة عن مين؟ نظرية المعاكسة. ولكن التجريبيين عارضوا هذا الكلام بقولهم، شو قالوا؟ الخيال هو نتيجة مدركات حسية سابقة. طبعا هاي استاذ بنكون اكتبنا الفكرة العامة من النظرية المعاكسة، هلأ بدي اشرحها. فالصور الحسية طبعا على سطر جديد لآخر النظرية التجريبية. هذا بنكون كفينا رقم 12 اللي هي شرح النظرية المعاكسة. بنتقل ونستنتج على سطر جديد، ونستنتج طبعا استاذ نحن اخذنا الاستنتاج ان، ونستنتج انه مهما كانت النظريات سهم لاخر الاستنتاج. هذا 13 بنكون كفينا يا احبائنا يا شباب يا صبايا، بنكون كفينا سؤال ب. إذا عندنا كتبنا النقد الداخلي لنظرية الفلسفة الحديثة، الفكرة العامة، النقد الداخلي للنظرية المعاكسة،
شرحها والنظرية والاستنتاج من أف سطر. بنبدأ بمعالجة الرأي. طبعا الرأي أستاذ هو أنواع الخيال كتير، هي هو صغير يعني ما هو الكبير يعني، وهي بنفس الوقت ما هو الصعب. طبعا الرأي برجع أكد مولى الحفظ رأي فهم، حتى إذا إجا واحد منهم تعرف تعبر عنه من أف سطر ومن أف ثلاث مربعات منقول. فالخيال المستعيد لآخر الرأي، يعني أي لآخر الخيال الوهمي، واضح اللي هو سبب مآسينا. إذن هذا يا شباب يا صبايا 14. وفي الختام إذن يشكل الخيال المستعيد لعند لآخر الخاتمة، وهذا 15 وهذا جيم. ويعطيكم ألف عافية يا شباب يا حلوين، وبتمنى تدرسوا هذا الدرس لأنه كتير مهم. ليش؟ ما تكتسوا الدروس، ادرسوا كل درس بدرسه حتى نوصل الامتحان رسمي مرتاحين. يعطيكم ألف عافية شباب.